مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. هل سمعت عن قطعة من القماش تساوي ملايين الدولارات؟ هذا ما سنشاهده في هذه القصة. دي قصة حياتي ضمنها في ايدي، شايفها يوماتي غلوتي عليك. قصة حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بداية بتوجه بالشكر لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا بكل الطرق، ولا سيما بيزوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.livestorytv.com أو بالخطابات أو على صفحة حياتك في قصة على الفيسبوك أو السكايب أو بالتليفون أو رسائل SMS. بكل الطرق بيسعدنا جدا أن نستلم رسائلكم أحباء المشاهدين. ممكن تعمل داونلود لكل الحلقات السابقة، ارسل لي قصة عجبتك أو قصة حياتك لتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة جميلة، قصة حقيقية، قصة مؤثرة ولكنها أيضا مفيدة جدا. قصتنا النهاردة بعنوان دم لينكولن. وطبعا لما أقول لينكولن أنا بعرف أن نسبة كبيرة من المشاهدين يعرفوا أن أنا أقصد الرئيس الأمريكي الأشهر، يمكن أشهر رئيس أمريكي على مر التاريخ، هو وجورج واشنطن، إبراهام لينكولن المعروف بأنه حرر العبيد. دم لينكولن قصتنا النهاردة. إبراهام لينكولن ولد في يوم 12 فبراير سنة 1809، وللأسف مات مقتولا بالمسدس يوم 14 أبريل سنة 1865. هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1861 ل 1865، لغاية ما اتقتل يعني. يعتبر واحد من أهم وأشهر رؤساء الولايات المتحدة على مر التاريخ، لأنه أثناء إقامة الحرب الأهلية الأمريكية لما 11 ولاية انفصلت وأعلنت استقلالها، وهو قاد الحرب ورجع بقوة السلاح أن تكون الولايات المتحدة متحدة معا. هو كمان اللي عمل قرار إلغاء الرق أو العبودية في أمريكا سنة 1963، أي قبل ما يتقتل بسنتين، ومات مقتول سنة 1865. تم الاغتيال للأسف شديد يوم 14 أبريل. وعلى فكرة إبراهام لينكولن كان مسيحي مؤمن جدا، كل يوم كان يقرأ الكتاب المقدس، وكل يوم كان يقعد وقت كبير جدا قدام كلمة الله. قتل يوم 14 أبريل سنة 1865 بعد استسلام الجنوب. حضر مع مراته مسرحية في ميريلاند. كان في بعض الممثلين في المسرحية متعاطفين مع الجنوب أو مع الانفصال. للأسف شديد واحد منهم اللي هو جون ويليكس بوث، ربنا يا رب يكون سامحه ويكون غفر له ويكون اتغيرت حياته، قام وراح على رأس لينكولن وأطلق الرصاص عليه فمات إبراهام لينكولن. كان في بنت صغيرة في المسرحية لابسة فستان من حرير جالسة جنب إبراهام لينكولن في وقت ما اتقتل في المسرحية. بسرعة لما الدم نزل منه وهو ضربه في أكتر من مكان، البنت جابت الفستان بتاعها وحطته علشان تقفل الجرح بتاع إبراهام لينكولن، سواء في راسه أو في كل جسمه. فالفستان بتاع البنت اتشبع بدم إبراهام لينكولن، وبعد ما مات إبراهام لينكولن اشتروا الفستان بتاع البنت المشبع بدم إبراهام لينكولن، وتلاقيه دلوقتي في متحف سبرينغفيلد في ولاية إلينوي اللي فيها طبعا شيكاغو الأمريكية. وهذه القطعة من فستان هذه البنت، القطعة من الحرير المشبعة بدم إبراهام لينكولن، لا يعني لا تقدر بثمن ومستحيل تباع، فهي تساوي ملايين الدولارات.
لأنه الدم بتاع أبراهام لينكولن غالي جدا، فقطعة القماش المشبعة بدم أبراهام لينكولن غالية أيضا جدا. ماذا عن أبراهام لينكولن وعن قطعة القماش المشبعة بدمه؟ سأستكمل معك هذه القصة الجميلة. أنا صراحة كل مرة أرى عن إبراهام لينكولن ده بحبه جدا وبتضايق، رغم أن أنا عارف أنه اتقتل، لكن كل مرة أقول ليه. على أي حال سنستكمل القصة بعد ما نستمتع بترنيمة رائعة مع مرنمنا الحلو باسم شكري والعازف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. حساب الدم انا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم انا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل على عود الصليب. كنت عايش مجرور للعالم مجرور، كنت عايش مجرور للعالم مجرور. والشيطان هدفه إبعادي عن طريق الشيطان، هدفه إبعادي عن طريق النور. على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. جيت له بقلب حزين دموعي على الخدين، جيت له بقلب حزين دموعي على الخدين. طهر قلبي وغير حالي وسدد كل الدين. طهر قلبي وغير حالي وسدد كل الدين. على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم أنا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. قال لي فرحت بيه كل ما عندي ليه، قال لي فرحت بيه كل ما عندي ليه. كنوز مخفية ابحث عنها دي المفاتيح في ايديك. كنوز مخفية ابحث عنها دي المفاتيح في ايديك. على حساب الدم انا داخل، داخل ليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم انا داخل،
داخل ليا نصيب. يسوع سد كل ديوني على عود الصليب عشان خاطر الجروح. اسكرني بخمر الروح عشان خاطر الجروح. اسكرني بخمر الروح هدفي وغايتي وكل أمالي أعيش معك بالروح. هدفي وغايتي وكل أمالي أعيش معك بالروح. على حساب الدم أنا داخل داخل ليا نصيب. يسوع سد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم أنا داخل داخل ليا نصيب. يسوع سد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم أنا داخل وداخل وليا نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان دم لينكولن، إبراهام لينكولن، والفتاة اللي كانت جالسة جنبه لما اتقتل والفستان بتاعها حاولت تمنع الدم من النزول فتشبع فستانها بدم إبراهام لينكولن. اشتروا منها قطعة من هذا الفستان والآن في متحف في إلينوي، سبرينغفيلد في إلينوي. قطعة القماش دي لا تقدر بثمن ولا بملايين الدولارات. ليه؟ لأنها مشبعة بدم غالي، دم إبراهام لينكولن. وطبعا عارف أنه كثير من المشاهدين على طول استنتجوا اللينك وإيه القصة وإيش معنى، إيه المعنى الروحي في القصة. معنى واضح جدا، إن كانت قطعة من القماش مشبعة بدم رئيس الولايات المتحدة الأسبق إبراهام لينكولن غالية جدا، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله أغلى وأعظم جدا جدا. عايز أقرأ معاكم آية يا رب نكون حافظينها على ظهر القلب. ما كانش عندك كتاب مقدس اكتب لي عن طريق النت أو على أي طريق سنرسل لك كتاب، أو تقدر تعمل داونلود للكتاب مسموع ومقروء من خلال موقعنا على شبكة الانترنت. بطرس الأولى وأصحاح 1 وعدد 18، يا رب تكون حافظ الآية. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. بيقول الرسول بطرس ان احنا افتدينا مش باشياء تفنى بفضة او ذهب. زمان بالنسبة لليهود كان في حاجة اسمها فضة الكفارة، نص شاقل من الفضة لازم كل واحد فوق 20 سنة يدفعه. الغني ما يدفعش اكتر، الفقير ما يقللش. بيقول ان فضة الكفارة وكل طرق الفداء كمان بالذبائح وغيرها كانت تفنى، بس فدائي وفدائك مش باشياء تفنى بفضة او ذهب بل بدم كريم. كريم بالعربي هي بريشيوس بالانجليزي يعني غالي، دم اغلى من دم لينكولن، من دم كل الذبائح، نقطة من دم يسوع المسيح الذي سالت على ثرى على تراب على أرض الجلجسة أغلى من كل العالمين. صدقني أنا، أنت براحتك تصدق إن هو الله ظاهر في الجسد ولا ما تصدقش، دي مشكلتك. لكن الكتاب يعلن بوضوح أنه من ضمن شروط الفادي لابد أن يكون الفادي موازي ومساوي لله،
لكي يستطع الخطيئة موجهة ضد الله عشان يكفر عن الخطيئة ضد الله، يبقى لازم يكون مساوي لله وفي نفس الوقت يكون إنسان. عشان كده مكتوب يوجد إله واحد وشفيع واحد أو وسيط واحد، إله واحد ووسيط واحد، الإنسان يسوع المسيح. هتقول لي هو إله ولا إنسان؟ ما هو الاثنين. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. علشان كده دم المسيح غالي جدا، دم كريم كما من حمل بلا عيب. دم المسيح عايزة المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، أي إن المسيح معين قبل الأزمنة في الأزل أن يفدي البشر. يعني في ناس يقول لهم وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يسمح لنبيه يسوع إنه يتصلب، وإزاي الرومان يقدروا عليه؟ يا عمي ده قبل ما العالم يتخلق ربنا عارف إن الإنسان عرضة إنه يغلط، وعامل العلاج إنه يكون المسيح، وذبيحة المسيح هي العلاج. معروفا سابقا اسمع، قبل تأسيس العالم، يعني الصليب مش جه في الزمان فجأة، لا دي في خطة الله الأزلية. يقول كده التلاميذ لما بيصلوا في أعمال 4، كل ما سبقت فعينت مشورتك قبل الأزمنة في الأزل. كان المسيح معين، وزي مثلا واحد حاشة طبعا أشبه الله بالإنسان، بس يعني مهندس كمبيوتر شاطر يعمل كمبيوتر ويقول لك لو جاله الفيروس الفلاني أنا عندي أنتي فيروس ليه. الله خلق الإنسان وعارف الإنسان ممكن يقع وعامل له العلاج، والعلاج كان دم المسيح. وهذا معروف، المسيح معروف كالفادي قبل تأسيس العالم. عشان كده من تكوين 3 من السقوط كانت في الرموز للمسيح، الذبيحة اللي عملها الله بدل الإنسان، ثم ذبيحة هابيل وهكذا. عايز في عجالة سريعة أقول لك 3 حاجات بسيطة. أول حاجة دم غالي، 2 تأثيره عالي، 3 يوصل بيا للأعالي. كانت 3 حاجات. دم غالي لأنه دم المسيح. وعلى فكرة الذبائح كانت تتذبح من رقبتها، أما الرب يسوع فذبح من راسه ورجليه. الذبائح كانت تتذبح وبعدين تتشوي، أما المسيح تشوى بدالي، دخل اللهيب اللي كنت هروح فيه النار. علشان كده في النبوة يقول النار والسكين، أي المسيح شوي، عكس يعني الذبائح كانت تتذبح ثم تشوى على المذبح، مذبح النحاس اللي كان مولع نار 24 ساعة، أما المسيح فشوي لأجلي. صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي، أرسل نارا من العلاء فسرت في عظامي. شوي المسيح ثم ذبح. فهذا الدم دم غالي. وعلى فكرة قطعة القماش دي صورة لي أنا وإنت. هتقول لي أنا وإنت ندخل متحف؟ أيوة، نحن عمله في الأصل تحفته الرائعة، يعني إحنا لا نقدر بثمن. عايز أقول لك حاجة، وإنت بتسلم علي وتكلمني كلمني باحترام، لإني أنا بنعمة الرب مش بذاتي مغسول بدم المسيح، فأنا غالي قوي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، أنت غالي. يقول في أشعياء 43 اصطرت عزيزا، أي بريشيس، غالي، لأنك مغسول بالدم الغالي، دم غالي. النقطة الثانية تأثيره عالي. أذكر من العهد الجديد ارسل لي سؤال هذه الحلقة 14 تأثير وبركة من بركات دم المسيح، لكن أخيرا يصل بك إلى الأعالي. سأختم هذه الحلقة بهذه الآية الجميلة اللي في الحمل اللي بلا عيب، اللي في الآية اللي أنا بتكلم فيها في خروج 12، يقول يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، اسمع، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. يعني اللي مرشوش بدم المسيح هيوصل هيوصل للأعالي، والغير مرشوش هيترمي في الجحيم. صدقني بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. تيجي تصلي معايا؟ أنا مش هستعطفك لكن أتمنى إنك تعمل كده. تعال معايا وقول له يا رب يسوع يلي اتذبحت بدالي، أنت الحمل إلى بلا عيب يا رب، أنت الله الظاهر في الجسد، أنت اللي معين سابقا قبل تأسيس العالم لفدائي. أنا ما كنتش فاهم كده يا رب، افتح عيني عليك، أنا بديك قلبي يا رب، أشكرك لأجل فدائك، أشكرك لأجل تضحيتك، أسلمك حياتي. تعال يا رب خلي دماغك تؤثر فيا وتغيرني، وتأثيرها العالي يعمل فيا، ثم أصل بك إلى العالي. أتمنى أنك تصلي من قلبك، هتسمع في قلبك مغفورة لي خطاياك، أتركك في رعاية الله
وأنت متمتع ببركات دم الحمل. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة فداء رائعة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. على حساب الدم أنا داخل، داخل لي نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. على حساب الدم أنا داخل، داخل لي نصيب. يسوع سدد كل ديوني على عود الصليب. كنت عايش مجروح للعالم مجروح.